اه طبعا. راي النادي الاهلي الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي. مساء الخير يا استاذ عماد. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. تحياتي وتحيات المهندس عدلي والدكتور ياسر. اهلا يا عماد بيه. لعلك اتفضل. انا حزين جدا اه كعضو في النادي الاهلي زي ما الاخ عدلي قال لهذا الحوار. وحزنت اكتر على بلدي لما سمعت اخي العزيز اللي ارجو ان الكلام اللي هقوله ده ما يزعلوش علاء نجم. مع حفظ الالقاب الدكتور علاء. ما يعنيه الدكتور علاء مشي في حديث حصل بيني وبينه، وقلت له طلع لي نص من المراسلات اللي تمت وكل الكوميونيكيشنز بيقول ان انا ما اقدرش اعمل الجمعيه او التصويت. هي مش جمعيه، كلمه اجتماعا خاصا يا دكتور علاء اللي حضرتك بتقولها، تقول بالمفهوم اللغوي عامله زي يد 2 كب الف 4 زائد مش عارف ايه يساوي ايه. النادي الاهلي لن يتراجع عن قراره وعن حقوق اعضائه اللي اقسمنا اليمين ان احنا نحافظ عليها. وانا عاوز اقول للجنه الاولمبيه، انتوا ما بتعملوش حاجه، كل حاجه بتتعمل في وزاره الرياضه وبتروح تنسخ عندكم. وده اللي محزني على بلدي، مش محزني بس على الموقف ده، انا عاوز اعرف انا بعمل امور تسهل على الناس علشان اعظم الدور اللي هو بيسعى له. قاعد يحاربني علشان ما اكملش النصاب في يوم جمعه 25/8، كل الناس في اجازات، الناس تعاني من حراره الجو، مطلوب 12500 علشان تعمل اللائحه الاسترشاديه، لائحه تنفيذيه. وانا عاوز سؤال بقى، كان نفسي يا استاذ عدلي صفة حضرتك من الخبراء القدماء اللي انا اجلهم واعزهم، انك تقول ده ايه؟ تدخل حكومي ولا تدخل اولمبي؟ اذا كنت انا سالته يا عماد بيه إيه؟ استاذ عماد، ده انا سالته انك انت خايف من اشكاليه في قناه النادي الاهلي. ده النادي الاهلي بيحافظ على حقوقه. مين اللي خايف من الاشكاليه؟ مين اللي خايف من الاشكاليه؟ يفضل النادي الاهلي يا عماد بيه. بس لحظه، شرط تعجيزي، ثانيه واحده لما اكمل كلامي من فضلك وحضرتك عطل. شرط تعجيزي يعني يضحك. انت بتحاورني في ايه؟ طب ما ردتش ليه على الرفع بالايدي وتقليل النصاب من 10,000 ل 7,500 اعلان نادي الزمالك؟ وانا هو مين بس بتواجه كلامك لمين؟ انا مش فاهم. وجاي ترد على النادي الاهلي اللي عامل سهل العمليه التصويتيه لاعضائه؟ انت مالكش حاجه يا لجنه اولمبيه، وانت ما بتعملش حاجه، انت الوزير بيبعت لك وانت بتنسخ. اصل انا سالته يا استاذ عماد، انا سالته سؤال مباشر ايا كانت النتائج، لكن ان انت تقول لي انا خايف اقع في اشكاليه، اشكاليه اللي تقع فيها، كلام واضح، هو كلام واضح وصريح. النادي الاهلي له حق وضع القواعد او كلمه، لكن هتقعد تقول لي المفهوم اللغوي للكلمه، واصل كلمه اجتماعا، اجتماعا ايه؟ ده يبقى رأي. ده انا بخش اقول او لا. جاي عليا انا وتقول لي لا اصل القانون والثوابت بتقول ان ما ينفعش في يومين؟ مين اللي ما ينفعش في يومين؟ ايه هو اللي هو انا هناقش ميزانيه؟ يا اخي العزيز، ده انا عملت جمعيه عموميه ليطلع اعضاء النادي الاهلي على ميزانياتهم اللي بمليار، وناخد رايهم في شراء او التعاقد على قطعه ارض في التجمع الخامس في القطاميه 350 مليون جنيه، جالنا 800 واحد. ما هو ده ثقة في المجلس يا ريس. 12,500 يا أستاذ عماد، ده ثقة في الرئيس. هو هيجي يقولوا لا؟ عمرهم ما هيجي يقولوا لا، أنت بتشتري لهم أصول يعني، ما الناس